بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحوار خاص مع المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين التشيكي مستر مايكل بروكش. دايما النادي الاهلي سباق، ودايما النادي الاهلي بيخطط للمستقبل، مش في كره القدم بس ولكن في جميع الالعاب. ولكن واحنا النهارده بنتكلم عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده عندنا منجم من ذهب، شفنا السويسري ريني فايلر وهو بيستعين ببعض الناشئين خلال الفتره السابقه. العمل داخل الناشئين بقطاع النادي الاهلي او العمل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي محتاج شغل كبير ومحتاج مجهود واصرار اكبر على النجاح. النهارده في خطوه مهمه جدا، النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره ولجنه التخطيط تتعاقد مع المدير الفني صاحب السيره الذاتيه القويه مستر مايكل بروكش اللي بيمتلك سيره ذاتيه قويه هنتكلم عنها دلوقتي، جاي عشان يخطط لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. النادي الاهلي كان ليه تجربه قبل كده سنه 98 مع الهولندي كورفر، ولكن التجربه كانت لقطاع البراعم فقط. النهارده التجربه اكبر واوسع واعم واشمل لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بدايه من فريق الشباب ثم مرورا بجميع الفرق داخل قطاع الناشئين وايضا بمدرسه الكوره. التطوير ليس للاعبين فقط، ولكن التطوير ايضا للمدربين. المدرب الأجنبي وصل مساء السبت وعقد جلسة مهمة مع كابتن محمود الخطيب وأيضا مع لجنة التخطيط وأيضا مع الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق خلال الفترة القادمة. مع مستر مايكل بروكيتش هنسأله أسئلة كتير، هنسأله عن الكرة المصرية والكرة الأفريقية، وأيضا صداقته مع النجم العالمي نيدفيد، وأيضا عن طموحاته ورؤيته المستقبلية لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي مع مستر مايكل بروكش، ولكن بعد الفاصل. في البدايه مستر بروكش بنرحب بيك في مصر وبنرحب بيك في النادي الاهلي. Děkuji za krásné přivítání a rád bych pozdravil všechny fanoušky. تحياتي لجميع النادي الاهلي. كان يعني اول ما جيت النادي الاهلي ودخلت عملت جوله تفقديه، لفيت في النادي الاهلي وتوقفت امام يعني دولاب البطولات. Ano, musím říct, že hned první dojem je obrovský. A přehlídka trofejí. Gala tafakadie je gemíla jedan a malhaš ají munafis. Intubátak l'úla, jáni lama šuft, u inta waif mutawakif amam يعني دولاب البطولات، حجم البطولات، ودايما النادي الاهلي رقم واحد في البطولات، انطباعاتك الاولى ايه؟ především jsem cítil obrovskou zodpovědnost. طبعا انا حسيت اول حاجه بمسؤوليه كبيره اول ما كنت شفت دولاب البطولات. protože každá trofej znamená عشان كل بطوله معناها يعني شغل كبير للعيبه والاداري وكل النادي لازم يشتغل عشان يوصلوا للبطوله دي. وطبعا ده بفضل جماهير العريق للنادي الاهلي. مستر بروكش يعني وانت بتاخد الجوله التفقديه في النادي الاهلي توقفت امام دوري البطولات، توقفت امام جائزه نادي القرن حتى يعني اتصورت معاها. يعني انطباعاتك وانت عندك مسؤوليه كبيره داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي خلال 100 سنه، يعني عشان يوصل للجائزه دي اكيد محتاجه شغل كبير سواء في قطاع الناشئين او في الفريق الاول. انا ještě než jsem přiletěl do قبل ما اجي من تشيك لمصر tak jsem si samozřejmě zjistil انا طبعا دورت على معلومات كثيره عن النادي الاهلي. انا a věděl jsem, že klub získal وعرفت ان النادي الاهلي ocenění klub století. حصل على لقب نادي القرن على جائزه نادي القرن. Ale je to úplně jiný pocit, když u toho člověka. Bez toho طبعا احساس مختلف لما بعرفه في تشيك مختلف عن انا وانا واقف قدام الجائزه على الرايقه دي وماسكها في ايدي. فحسيت باحساس مختلف وانا هنا في النادي وانا ماسك الجائزه على الرايقه دي.
té chvíli se zastaví člověku srdce. في اللحظه دي العالم بيتوقف توقف امامي بسبب ان انا مسكت الجائزه دي. A víš, že pro to musí udělat všechno. وعرفت وحسيت بمسؤوليه ان انا لازم اعمل قصارى جهدي عشان احقق نجاح في النادي الاهلي. Abychom dokázali práce, kterou tady odváděli všichni lidé. وعشان احقق الشغل المرجو مني في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. كلام مهم طبعا في البدايه بينم عن يعني حجم المسؤوليه اللي حضرتك يعني هتكون موجود فيها. في البدايه عايزين نسال برضو عن المفاوضات تمت ازاي؟ مين من المسؤولين في النادي الاهلي كلمك؟ برفني كونتاكت اول اتصال بيا قام بي سمين كامارادم فراس علي قام بي صديقي اسمه فراس علي اللي شغال في الجمهورية التشيك وبيحب الكرة جدا ونعرف بعض أكثر من 10 سنين. Následně probíhaly jednání. بعدين المفاوضات بدأت عن طريق الفيديو كول. Protože samozřejmě momentálně velký. عشان دلوقتي لازم يعني ما ينفعش نتقابل شخص يعني وجه لوجه. A všechna následná jednání probíhaly s panem. وبعدين كل المفاوضات بعد كده بدات مع كابتن امير وكابتن خالد بيبو. مده التعاقد كام مع يعني مع النادي الاهلي؟ وزفجر سم كونتراكت نادي الاهلي. انا مضيت تعاقد لمده سنتين. ابيهم تيختو دو لت بيهم شتيري وتعمل شيخني زاكادني كروكي. وبعد سنتين لازم نعمل الخطوات الاساسيه لانشاء او تاسيس نيلابشي أكاديمية في أفريقيا. تأسيس أحسن أكاديمية في أفريقيا إن شاء الله. إن شاء الله. سنة 98 كان النادي الأهلي ليه تجربة مع المدرب الهولندي كورفر داخل قطاع الناشئين ولكن كانت للبراعم فقط. النهاردة الموضوع أكبر ويعني وأشمل مع مستر بروكش داخل قطاع الناشئين. عايزين نتعرف منك على طبيعه العمل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نابرني ناشي سوسا طبعا اول اجتماع معايا مع كابتن خالد بيبو قال لي حاجه مهمه سو يكوبي سو اللي هننساه مع اللي هننسى نعمله مع الاطفال الصغيرين بعد كده مش هنلحقه لما يكبروا. فأنا اهتمامي اللي هنصب في كل المراحل العمرية. بس من سن 15 سنة لأعلى. فأحسن حاجة العمل الانفرادي والعمل التفصيلي. العمل التخصصي يعني النهاردة حضرتك بتقول إن ممكن يكون في مواهب ممكن يبقى ليها عمل تخصصي داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي عشان تقدر تطور المستوى. اول حاجه اعرف اول ما اعرف الظروف بتاعه التمارين. فطبعا الهدف من اهم الاهداف اللي هو التدريب الانفرادي. جزء من التريننج هيبقى طبعا كل التيم وجزء هيبقى مجموعات وبرضه هيبقى فردي. عايزين زي ما احنا بنتكلم برضه عن تطوير اللاعبين ايضا تطوير المدربين ده شيء مهم. عايزك تكلمنا عن برضو تطوير المدربين داخل قطاع الناشئين. أصلاً هيدول الشيء طبعا اهم حاجه ما في قطاع الناشئين العمل مع قطاع الناشئين هو تدريب المدربين. فشغلي طبعا هينصب في تدريب المدربين والمدربين بشغله يعني تباعا هيدربوا اللعيبه. مع اول اجتماع مع المسؤولين داخل النادي الاهلي ايه الكلمات اللي قالوها المستر بروكش يعني او الهدف من خلال المهمه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يا سم سي ايشتي زاتيم سترينيري طبعا لسه ما قعدتش مع مدربين قطاع الناشئين عشان انا لسه جاي امبارح. بعد الانترفيو الجميل ده انا هعمل ميتنج مع المدربين. طبعا سعيد جدا لو وفقنا خبرات الاوروبيه مع خبراتهم اللي اكتسبوها من العمل في المجال الكره المصري. طبعا مش عايز ابقى في بوزيشن ان انا عارف كل حاجه بس طبعا انا بتحمل المسؤوليه وانا مستعد مع ان انا اتعاون مع مدربين لتحقيق الاهداف. دي اول تجربه ليك خارج التشيك ولا كان ليك تجارب سابقه قبل كده انك خرجت قبل بره التشيك يعني؟
Mám velmi bohaté zkušenosti. طبعا عندي خبرات كبيرة على أساس العمل مع في نطاق الأندية وتحويل المدربين وفي خلال في قارة أوروبا كلها. بس بشكل عملي بس دي أول خبرة ليا وأول تشالنج ليا في مصر. إن شاء الله توفق فيه. ما شاء الله مستر بروكش بيمتلك سيرة ذاتية كبيرة، يعني لو عايزين نتكلم عنها يعني من أهم المحطات، يعني كنت المدير الفني لقطاع الناشئين في نادي سلاف براغ، ودي كانت محطة مهمة ومن خلالها خرج لاعبين مميزين للمنتخب الأول في تشيك وأيضا كمان لأوروبا كلها. أنا يا تزربا أدركوا 2003. طبعا من سنة 2003 لغاية سنة 2008. نياتو تشيس. أنا كان عندي ليا شرف أن أبقى مدير فني في نادي سلافيا براغ. وطبعا ده كان سنة مهمة بالنسبة لي وسنة مثيرة عشان اللعيبة المولودين في سنة 1998 حصلوا على ميداليات كتيرة في دوري أبطال أوروبا وبعدين لعبوا في أندية كبيرة في تركيا وألمانيا وفرنسا. وبعد ما اشتغلت في نادي سلافيا جالي عرض من نادي تاريخي دوكلا براغ. نادي دوكلا براغ برضو يعني كان ليك تجربة فيه، كنت من المؤسسين للنادي، كنت رئيس مجلس إدارة ومدير العام والمدير الرياضي، وقدروا بعد 20 سنة يطلعوا كمان للدوري الأول التشيكي. انا يا سم يا في برمي في بصدق في برمي اول برمي تشاسكي اول جزء من العمل هناك انا كنت عايز في نادي دوكلا براغ اجرب ازاي ادير النادي كله. طبعا ده لازم كنا اهتم طبعا بالناحيه الماديه للنادي وبرضو عملت خطه للمدربين، فكان على عاتقي كل حاجه في النادي يعتبر. Klub jsem jakoby, že jsem přišel do klubu a společně s kolegy jsme hráli druhou ligu. ومع زمايلي لعبنا دوري درجه ثانيه. To znamená, že my jsme vlastně byli ve druhé lize. احنا كنا في الدور درجه ثانيه وبعد ثلاث سنين jsme postoupili do první ligy. طلعنا الدوري الممتاز. Tam jsme dlouho zůstali až do mého odchodu. وقعدنا بقى في الدوري الممتاز لغايه لما انا مشيت من النادي. برضه من المحطات المهمة في السيرة الذاتية لمستر بروكش المدير الفني للاتحاد التشيكي، بتضع الاستراتيجية العامة للكرة في التشيك بداية من الأكاديميات، المنتخبات، الناشئين والشباب والأولمبي، أيضا تطوير المدربين داخل التشيك، وأيضا كمان مشروع الهواية، فكان ده برضو من ضمن الأولويات وانت يعني تتولى المدير الفني للاتحاد التشيكي. řekl bych to takhle. Pracovat pro federaci العمل للاتحاد je trošku rozdílné, protože musí člověk vnímat opravdu od amatérského fotbalu. لازم الشخص يبقى عنده ادراك من اللعيبه الهواء من المجال الهاوي للمجال المحترف. To znamená, musí mít obrovský záběr. ولازم يكون عندي لازم عندي تيم من مساعدين كبير عشان نعرف نسيطر على الموقف. Pro mě obrovskou výzvou. Challenge kibir, který kan lije, nana on šovr v nádi. Může být zaměřená pouze na ty hráče. Lehtemem kan lazem jinsab fi nahit lajibet nádi fakat. A naše práce je připravit hráče pro A tým. Ol amal betána fil qatá našin kan bi gahiz lajiba lil fariq awal au للمنتخب. وطبعا لازم نفكر ان كل لعيب بيعدي من اكاديميه او بيتخطى الاكاديميه الاهلي يعني لما لو بعد ما يخلص لو ما بقاش لعيب في الفريق الاول في النادي الاهلي هيبقى على الاقل من ضمن جماهير النادي الاهلي العريق. ولازم ما ننساش الموضوع النقطه دي بالتحديد. بالنسبه انت بتتكلم عن شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي الكبيره، النادي الاهلي دايما لما بيعلن عن اختبارات قطاع الناشئين في بدايه الموسم بيتقدم اعداد كبيره جدا بالالاف، كل ولد صغير حلمه انه يلبس تيشرت النادي الاهلي.
رؤية مستر بروكش بقى المستقبلية إزاي ممكن يعني نستغل الاختبارات دي عشان انتقاء المواهب عشان تنضم للنادي الأهلي؟ طبعا أهم حاجة نحط المقاييس للاختيار اللي اختار على أساسها اللعيبة اللي تنضم لقطاع الناشئين، بس مش كل اللعيبة اللي بتقدم الاختبار ينفع تخش تدخل قطاع الناشئين. فأهم حاجة لازم نحط المعايير الأساسية لاختيار اللعيبة دي، وطبعا القرار لازم يكون صحيح بالنسبه للعيبه مين هيطلع قطاع الناشئين من خلال اختبارات النادي الاهلي. المدرسه اللي في كره القدم اللي بيتابعها مستر بروكش في تدريبه وفي اسلوبه اللي بيحب يتفرج عليها في كره القدم اللي حابب ينقلها للقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، خاصه كمان النادي الاهلي نادي هجومي دايما بيلعب على كل البطولات. طبعا كل حاجة، طبعا دي حاجة أساسية طبعا في الرياضة إن كل الناس أو كل الأندية بتحب طبعا تكسب كل البطولات. بس الأهلي طبعا عنده ميزة إن الموضوع يعني ماشي مع إن هو بيكسب كل البطولات. بس طبعا مش عايز إن أنا مثلا عايز أحط مدرسة إسبانية أو تشيكية، لازم يكون ستايل اللعب أو يكون مدرسة مصرية، لازم نعمل وفي خلال المدرسة المصرية دي لازم نستغل كل خبراتنا الأجنبية اللي هي الإيطالية الألمانية أو خلال خبراتنا في الشغل مع قطاع الناشئين. لما حطيت خطة لتغيير الخطة في خطة العمل في اتحاد الكرة التشيكي، فطبعا بفضل زياراتي للأندية الأوروبية فأنا سعيد إن أنا أعرف أحط الطريقة المثلى للعمل في الاتحاد. وطبعا انا خلال زياراتي كان يعني عملت خبرات كبيره، بس عمري ما عملتها كوبي بيست في حته انا بشتغل فيها. طبعا لازم يعني نجمع بين الحاجات اللي هي ضروريه واللي هي مكتسبه، ولازم برضو نطوعها للفكر المصري وطريقه اللعبه المصريه. عايز اسالك برضو في حاجه مهمه جدا النهارده، وانت كمان تابعت مباراه الاهلي وانبي الفريق الاول من استاد القاهره، عايز برضو يعني التنسيق ما بين قطاع الناشئين وما بين الفريق الاول مستر ريني فايلر ده هيكون يعني حاجه مهمه جدا عشان توحيد اللعب واللعيبه اللي هتصعد للفريق الاول. عايز اسمع اجابتك في المنطقه دي، ولكن نروح لفاصل وبعد كده نرجع نستكمل الحوار مع مستر مايكل بروكش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بنجد تحيه بحضراتكم مره ثانيه. مستر بروكش، كنت بسألك قبل الفاصل يعني انت شفت مباراة الاهلي وانبي وبرضو عن عملية التنسيق ما بين قطاع الناشئين والفريق الاول. قبل ما اسألك عن عملية التنسيق اللي هتتم بين قطاع الناشئين والسويسري ريني فايلر الفريق الاول، انطباعاتك الاول عن مباراة الاهلي وانبي اللي فاز فيها النادي الاهلي 2-0؟ طبعا صعب علينا نقيم فرقه بقيمه النادي الاهلي في ماتش واحد. يكيف هدنوتسني بيبيلو نسبراديفه بروتوجي دا دلوها باوزا كولي كورونا فيرو. اي تقييم بالنسبه دلوقتي بالنسبه للاهلي طبعا هيبقى غير عادل، عشان كان في فتره توقف كبيره بسبب فيروس كورونا. ميسم سي جي فيلمي دولوجيتا جي هراتشي كي ترينر زاباس فادلي. واعتقد ان اهم حاجه ان المدرب واللعيبه عرفوا يعني يسيطروا على المباراه، وطبعا بارك طبعا النادي الاهلي على الفوز. أبوتشيتا سب شدفشين بيتستري. وطبعا ده بيعتبر بلس ليهم ومكسب ليهم. بوباوزا بوتو تسنيشي. وان هو بعد التوقف فده طبعا حاجة أكبر ان هم فازوا. عملية التنسيق يعني خلال الفترة اللي فاتت المدير الفني سويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول بدأ يستعين ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين. عملية التنسيق هل دلوقتي ممكن يتم جلسة مثلا ما بين المدير الفني لقطاع الناشئين مدير الفني للفريق الأول علشان توحيد طرق اللعب، عشان النهارده لما يستعين بلاعب من قطاع الناشئين يكون متحفظ طريقة اللعب وأسلوب اللعب والفكر للاعب ممكن يطلع يشتغل بنفس السيستم؟ opravdu důležité je propojení mezi A týmem a sektorem juniorským. طبعا الاتصال طبعا بين الفرقة الأولى وقطاع الناشئين ده حاجة مهمة جدا.
A v následujících dnech budeme sedět určitě s trenérem a seznámíme se, budeme si povídat. A v الايام الجايه ان شاء الله نواهب اكيد هيفي اعداد وانا نتكلم بخصوص كل الامور الخاصه بقطاع الناشئين والفريق الاول. A budeme hledat společně cestu pro co nejlepší práci v klubu. وطبعا هنحاول ندور على احسن وسيله واحسن طريقه للتعاون واللي تكون مثمره للنادي الاهلي. اسمه بشتي يدن كلوب. ايش تدنو؟ اسمه بشتي يدن كلوب. لا فاحنا طبعا نادي واحد فلازم نتعاون مع بعض. اكيد انت في البدايات كده بتعمل ورقه عمل لتطوير اللاعبين وتطوير المدربين. عايز اتكلم عن تطوير المدربين ان خاصه ان المدرب عنصر مهم جدا في اللعبه. انت محاضر في الاتحاد الاوروبي، معاك الرخصه ايه من الاتحاد الاوروبي، فعندك خبرات كبيره. عايز اتكلم في النقطه دي بشكل اكبر شويه. هي potrzeba oboje. طبعا هشتغل من ناحيتين، هشتغل محاضرات وهشتغل في الملعب. Práce je složená z teorie, z přípravy. طبعا العمل بيعتمد على طبعا نظريات. Sjednocení vize. ودمج كل الرؤى المدربين برؤيتي. To znamená, kolikrát se stane, že trenéři společně koukají na zápas? وطبعا ده يعتمد كم مره المدربين بيتفرجوا على المباريات. Ale každý vidí něco jiného. بس كل مدرب وهو بيتفرج على المباراه ليه رؤيته. My potřebujeme vytvořit společné vnímání fotbalu. فاحنا محتاجين نكون رؤيه مشتركه بيننا كلنا وفهم مشترك لقطاع الناشئين والكوره. في النادي الاهلي. A tím vznikne společná práce v jednotlivých kategoriích. طبعا على اساس ده هيكون الشغل بطريقه جميله على في الاعمار المختلفه في النادي الاهلي. Aby navazovali a vlastně neučili se po každé všechno od znovu. To znamená, aby v každé kategorii trenér přidal něco navíc směrem do A týmu. يعني عشان ما نعيدش الحاجات اللي المدربين اللي قبلي عملوها، فاحنا لازم نربط الحاجات اللي احنا ناويين نعملها بالحاجات اللي فاتت، وعشان نوصل لاحسن مستوى نجهز فيه اللعيبه للفريق الاول. Velmi důležitá je praxe na hřišti. واهم حاجه طبعا من الحاجات المهمه طبعا الخبره او العمل في الملعب نفسه. Jedna část je práce s hráčem. في شق خاص بالعمل مع اللعيبه. A druhá věc je i spoustu věcí je potřeba v rámci školení si vyzkoušet sami na sobě. والشق الثاني بيعتمد على الـ على الـ على التدريب وعلى الـ والشغل على النفس اكثر، الشغل على العمل النفسي اكثر. عايز برضو يعني النادي الاهلي السنوات السابقه كان بيتبع سياسه الاعارات، اعاره بعض اللاعبين المميزين للانديه للمشاركه في الدوري الممتاز، ويرتبطوا برضو بالنادي الاهلي بعقود. ممكن مستر بروكش يغير السياسه دي، يحتفظ باللاعبين داخل قطاع الناشئين ويطور مستواهم تحت اشرافه وتحت رؤيته؟ Já si myslím, že nejsem kompetentní, abych nastavoval politiku klubu. طبعا انا مش الشخص المعني ان انا اغير سياسات طبعا النادي. Ale moje práce je zvýšit efektivitu. ولكن العمل بتاعي بينصب في ان انا ارفع من الكواليتي بتاع قطاع الناشئين. Aby hráči byli připraveni. عشان اللعيبه تكون جاهزه. A klub ať rozhodne, jestli pro A tým. وبعد كده يرجع للنادي ان هم اللعيبه الجاهزه دي يعيرها او يرسلها الى انديه اخرى او يرفعها الى الفريق الاول في النادي الاهلي. Je velmi důležité konfrontovat výkony našich mladých hráčů s týmy třeba i z Evropy. طبعا حاجه مهمه طبعا ان احنا ندمج او نعمل خبرات جديده للعيبه بتاعتنا في قطاع الناشئين مع الخبرات الاوروبيه ومع قطاعات الناشئين في اوروبا. Když tohle zajistíme, nebude nutné dávat je na hostování do zahraničí. ولو ده حصل ان نقلنا خبرات الاوروبيه للعيبه هنا، فده مش هيبقى في داعي بعد كده للاعارات بتاعت لعيبه الاهلي للانديه المختلفه الاوروبيه. وانت بتتكلم عن الخبرات الاوروبيه، اكيد حصولك على الرخص من الاتحاد الاوروبي ده اداك خبرات كبيره في مجال التدريب ومجال التخطيط كمان للقطاعات الناشئين. Začal jsem asi jako ty. طبعا انا بدات ازاي كده تقريبا. To
To znamená, když jsem přestal hrát. Lama توقفت عن اللعب. Ze zdravotních důvodů. من بسبب مشاكل صحية. Tak jsem vlastně nejdříve dělal trenéra. أول حاجة عملتها طبعاً دربت أول منصب لي. Po zkušenosti s trénování i s profesionální soutěží v České republice. بعد ما اكتسبت خبرات كمدرب ومع العمل الاحترافي في المجال التشيك. Tak jsem si vlastně uvědomil, že bych chtěl ještě víc než trénovat jeden tým. فكرت بعد كده ان انا عايز حاجه اعلى من كده، عايز حاجه ان انا ما ادربش فرقه واحده، ادرب حاجه اعلى او اشتغل شغلانه اعلى من كده. Mě obrovský baví vytvářet systém, který pro budoucnost přinese efektivitu. انا بستمتع ان انا ابني خطه او اعمل خطط لجهات اللي هي بعد كده اشوف العائد بتاعها في المستقبل. Baví mě pracovat s trenéry. وبستمتع بالشغل مع المدربين. A využít jedinečnost každého z nich. وطبعا استغلال خبراتهم كلهم، كل واحد فيهم. Pro rozvoj hráče, protože. من اجل تطوير اللاعب. Jsme pouze servis pro lepšího hráče. عشان احنا كلنا طبعا بنشتغل في خدمة تطوير اللاعب عشان يبقى في أفضل حال. ممكن واحنا بنشوف دلوقتي قطاع الناشئين يعني تحت مسؤوليه مصر بروكش، ممكن نشوف يعني بعض الفرق من قطاع الناشئين بتخرج اوروبا تلعب بطولات، يكون في احتكاك قوي، احتكاك دولي، اللعيبه بتكتسب خبرات والمدربين بتكتسب خبرات. موتسي تو بشي او ديلان بروتو ماكسيموم. طبعا اتمنى ان ده يحصل وهعمل كل ما في وسعي عشان اعمل كده. كونتاكتي كونكسي انا تمام. Je to otázka ekonomiky a zda budeme v rámci spolupráce s evropskými kluby. طبعاً الكونتاكت معانا يعني موجودة وده يعتمد على حجم الدعم المالي طبعاً للقطاع الناشئين. فنتمنى schopni zajistit tuto spolupráci. أتمنى أن التعاون ده يحصل. Ještě bych řekl, že může velmi, velmi ovlivnit toto všechno dění kolem koronaviru. وطبعا عايز اقول حاجه مهمه، طبعا كورونا فيروس ممكن يوقف الكلام ده كله. ده في الرؤيه في المستقبل اكيد، يعني احنا ما بنتكلمش حتى يعني خلال الفتره دي، في المستقبل ان شاء الله. No, říkám, že v podstatě všechna činnost lidská je potřeba postavit na plánování. طبعا كل اهم حاجه لازم نقولها ان كل النشاطات الانسانيه لازم تتم من خلال تخطيط كويس. Takže nejdříve nastavíme to prostředí uvnitř klubu. فلازم اول حاجه نخطط الموضوع داخل النادي. A jakmile to bude nastaveno, tak okamžitě se budeme snažit vytvořit spolupráci i se zahraničím. وبعد ما نظبط الامور داخل النادي وداخل قطاع الناشئين، بعد كده اكيد هنحاول نتعاون مع الانديه الاوروبيه في قطاع الناشئين في الانديه الاوروبيه. انت بتحكي لنا دلوقتي كلمتنا انك يعني اعتزلت بسبب اسباب صحيه، عايزين نتكلم معاك عن تجربتك انت يعني كلاعب في الماضي، وكنت كان مركزك ايه في الملعب؟ يا سمبل كلاسيكا بوزيشن 9 تدي سترايكر. انا كنت يعني البوزيشن بتاع رقم 9 اللي هو سترايكر مهاجم. نبو بوزيشن زا اوتوكتشينيكم بوزيشن 10 او البوزيشن رقم 10 اللي هو ورا المهاجم سكند سترايكر. هروزي مي بافيلو هرو تفوجيت. وطبعا انا يعني كنت مستمتع طبعا بالمركز ده. موت مي نبافيلو برانيت. وما كنتش بستمتع قوي بالدفاع، كنت بستمتع بالهجوم بصراحه. Nicméně o to víc jsem dneska náročný na to, aby celé mužstvo útočilo i bránilo. وطبعا دلوقتي ده اثر عليا ان انا يعني هدفي ان برضه كل الانديه او كل المنتخبات عايزها تهاجم مش تدافع. طيب عايز اكلمك في نقطه مهمه جدا، وكان ليك تجربه سابقه قبل كده في افريقيا. وانت بتعمل في المدير فني في الاتحاد الشيكي، كنت سافرت كوت ديفوار لاكتشاف المواهب، اكتشاف المواهب الافريقيه. عايزين برضو نتكلم عن المرحله دي، كانت مرحله مهمه جدا وانت متولي المدير الفني للاتحاد التشيكي. يا سوي سكوشنوست س فوتبولم س افريكي مام اوش دريفه نش سم سستال تكنيكيم ريديتالم. طبعا انا عندي خبرات افريقيه قبل ما اتولى منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي كره قدم. Protože už v Dukle Praha jsme měli hráče z Kamerunu. A šan v nějaký Dukle Praha, kde nám dělá lajíbe mě Kongo. No, to znamená, že moje zkušenost s fotbalem z Afriky je ze zemí. Tunis.
عن الخبرات اللي اكتسبتها من الخبرات الافريقيه عندي من الدول من تونس. Kde jsme byli na soustředění s Duklou Praha? Lama kunna hnaka fi muaskar ma nadi Dukla Prag. Potom s Ghanou, kde jsme hledali hráče. Baden fi Ghana lama kunna bendawar ala mawahib li nadi Dukla Prag bardu. A potom jsem byl samozřejmě na návštěvě už jako technický ředitel v ASEC akademii nebo v ASEC klubu v pobřeží Slonoviny v Abidjan. بعد كده كنت في زياره كمدير فني في كمدير فني للاتحاد الكره التشيكي في ساحل العاج. Takže v podstatě moje zkušenosti s já ani tolik nerozlišuju, jestli jsou hráči z Afriky, či z Ameriky, či z Asie, ale vždycky hledám kvalitu hráče a potenciál hráče. Ano, طبعا يعني بشكل شخصي ما بيهمنيش يعني اللاعب ده هل هو افريقي او امريكي او اوروبي، اهم حاجه تهمني الكواليتي بتاعت اللعيب وامكانياته. عايز اعرف هتتعامل ازاي مع آفة من آفات الكرة المصرية وسلبية كبيرة جدا في الكرة المصرية. مصر مليئة بالمواهب ولكن ضعف اللياقة البدنية، ده عنصر مهم جدا للأسف بيأثر على اللاعب بعد كده في سن أكبر. عايز أشوف مستر بروكش هيتعامل ازاي مع الآفة دي خاصة في قطاعات الناشئين. هعرف إجابتك ولكن نروح لفاصل وبعد كده نرجع نستكمل الحوار مع مستر مايكل بروكش المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. مستر بروكش، يعني آفة من آفات الكرة المصرية وسلبية يعني كبيرة جدا داخل قطاعات الناشئين في جميع الأندية. النهارده في مواهب كبيرة داخل قطاعات الناشئين ولكن النهارده اللعيب ممكن بدنيا ما بيتأسسش صح، لما بيكبر بيقابل مشاكل كبيرة، ممكن ما يقدرش يستكمل 90 دقيقة بنفس اللياقة والقوة البدنية. ممكن ازاي تتعامل مع المشكلة والآفة دي يعني في الصغر بقى؟ V podstatě, kde já vidím velké přednosti egyptských hráčů, co jsem zatím měl možnost poznat? طبعا اهم يعني ميزه للاعب المصري اللي انا شايفها لغايه دلوقتي اللي انا شفتها. Vidím v technice, rychlosti a agility. هي التكتيك بتاعهم وسرعتهم ومهاراتهم. A plně s tebou souhlasím, že potřebujeme výrazně zapracovat na kompletní fyzické připravenosti. وطبعا انا اتفق معاك تماما ان احنا لازم نشتغل كتير على ناحيه اللياقه البدنيه للاعبين. Dle mého názoru to má tři základní pilíře. طبعا طبقا للراي المتواضع ده لازم نشتغل على ثلاث حاجات. Práce se zdravým hráčem, protože pokud není zdravý, nemůže trénovat a ztrácíme peníze. لازم نشتغل على اللعيب اللي عنده صحه كويسه، عشان لو لعيب مش عنده صحه كويسه طبعا مش هيعرف يتمرن، وطبعا لازم يكون في دعم مادي. Pak následuje kondice a mentální připravenost. بعد كده هيبقى في تجهيز بدني وبعد كده تجهيز فكري. U menších dětí, to znamená v juniorském sektoru, عند اللعيب الصغار طبعا خص قطاع ناشئين. V období, jak se říká, teenagerů. في مرحلة المراهقة. Je velmi důležité, aby se kondice dělala i formou zábavy. Lazim اللياقة البدنية تتعامل بطريقة شيقة. A čím potom jsou hráči starší, tak tím více je potom potřeba precizovat práci s kondicí. وطبعا كل ما بيكبروا اللعيبة في السن لازم بقى نشتغل يعني شغل أصعب من ناحية اللياقة البدنية. Hráč, který není kondičně připraven, ztrácí přesnost. اللاعب اللي هو مش جاهز بدنيا بيفقد كل امكانياته في الكوره. طمن انت، اخبار لياقتك البدنيه ايه دلوقتي؟ يا اصلا بقى جدي ريخوسني اسيلوفي تيب. انا كنت على طول يعني سريع وجسمي قوي. مام رات شيخني بيهي دو 100 متر. بحب كل انواع الجري ل 100 متر. Hlavně miluju všechny hry, kde je nějaký míček nebo kulička. وطبعا بحب كل الالعاب الرياضيه اللي فيها اي نوع من انواع الكوره. Ale rád si s tebou určitě zahraju fotbal nebo cokoliv jiného. وطبعا هكون سعيد طبعا لو لعبت معاك ماتش كوره. انا كنت مهاجم زيك وقريب نعمل مباراه وديه بيننا وبين بعض. بيرفكت. دوبلوفينو. اتفقنا. طيب عايز اكلمك عن يعني نيدفيد النجم العالمي، نجم تشيكي، وكان ليك صداقه مع نيدفيد
وكمان اتكلم عنك يعني واثنى عليك كمان. Pavel Nedvěd, myslím si, že bychom mohli být i lepší kamarádi, ale bohužel velkou část svého života tráví v zahraničí. طبعا يعني لاعب كبير بافل نيدفيد انا طبعا يعني شرف لي ان انا اكون صديق لي بس للاسف هو معظم حياته خارج نطاق تشيك. Nicméně moc mě i nám jakoby republice pomohl se vším, co jsme potřebovali v rámci rozvoje fotbalu. طبعا هو يعني قدم لنا كثير من المساعدات لي وللمنتخبات في نطاق كرة القدم التشيكية عموما. Když je v České republice, tak se vidíme a povídáme si. لما بيجي جمهورية تشيك طبعا بنتقابل وبنتكلم. Také mi umožnil několikrát velmi dobrou návštěvu Juventusu Turín, ať už s mladými hráči, anebo s trenéry reprezentací. O taban sajedni hova ktýr nana azur nadi Juventus, sawa il farí il awal au farí il naši'in. Proč člověk se má vždycky co učit? A ještě jednou. Protože člověk se vždycky má co učit dál. A žen kde, o taban insan lazim jitallim fa hajatu kun talib lil ilm. Jeho nejlepší kamarád z úspěšného mužstva reprezentačního. Afdal sadiq li fi nataq al muntakhabat. Karel Poborský byl klíčovou postavou spolu se mnou reformy fotbalu. Ismu Karel Poborský u da kan taban la'ib muhim jiddan fi tarikh al kura tchekiya. V té době se nám podařilo získat pro spolupráci i hvězdy jako Jan Koller. واحنا اشتغلنا مع بعض كتير مع وعرفنا نصنع لعيبه كتيره ونجوم كتيره زي يان كولر يان سوخوبارك ويان سوخوبارك دالشي هراتشي كتيري زيسكالي ستريبرنه ميداليه ولعيبه كتيره حصلت على ميداليات في بطولات مختلفه فروت 1996 بدايه ميداليات فضيه في سنه 96 A nebo bronzové medaile v roce 2004. A medaile bronzové v roce v sanet této ceny. Kdy byla česká reprezentace ve světovém žebříčku na druhém místě, jako je? لما كان المنتخب التشيكي في بين المنتخبات العالمية في المركز الثاني. بمناسبة واحنا بنتكلم عن النجم العالمي نيدفيد نجم تشيك عندنا برضو يعني لعيبة خارج من قطاع الناشئين كنا بنسميها بأسماء النجوم العالميين عندنا لاعب دلوقتي في الفريق الأول اسم الشهرة برضو نيدفيد وأيضا عندنا برضو لعيب خرج من قطاع الناشئين محترف دلوقتي في أستون فيلا يعني تم إطلاق عليه تريزيجيه فاحنا دايما في قطاع الناشئين يعني بيطلق على أسماء اللاعبين بأسماء النجوم العالميين يعني. Já chtěl jsem se právě zeptat, jestli tady máme českého hráče, protože jsem se díval na soupisku a jméno Nedvěd jsem viděl. طبعا انا يعني كنت عايز اسال قبل ما حضرتك تسال السؤال ده ان انا هل انت عندكم لعيب تشيكي عشان لما بصيت على اسامي اللاعبين لقيت اسم نيدفيد فيهم وطبعا اتمنى ان انا في الفتره اللي جايه اعمل او اساعد في انشاء لاعب زي 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 بافل نيدفيد اجي نادالكو سويمو منوفتي زامافا وبعد كده في المستقبل بقى يعني يعرف وانت بتتكلم عن صداقتك مع النجوم العالميين نيدفيد وغيرهم ايضا برضو بيتر تشيك حارس مرمى تشيلسي يعني كان ليك معايشات في اليوفي في مانشستر يونايتد في تشيلسي في انديه كبيره داخل برضو قطاعات الناشئين كنت بتروح وبتتعلم فيه عايزين نتكلم برضو عن التجربه دي خاصه يعني دي اكسبتك يعني خبرات كبيره Ano, já když jsem v podstatě ještě působil v klubu Dukla Praha, tak dva roky předtím, než jsem nastoupil do pozice technického ředitele, mě tehdejší prezident fotbalové vlastně oslovil, abychom postavili koncepci. Ali, lazim na'mel chytta, na'mel plán li inša' u tagyír chytta mutallaka bi muntakhab al-shabab tchik. Takže část mých zahraničních fa khabarati taban li min barra taban iktasabtaha fa sanin qabl kada wa fadatni fi al-muntaqa di. ومعظم خبراتي في الأندية المختلفة أنا كنت بروح بس لمدة مثلا أسبوعين أو 14 يوم فترة التعايش فطبعا أنا أهم حاجة كنت لازم أشوف أسبوع النادي شغال إزاي
ولو نفع كنت بقعد فترة أطول لمدة أسبوعين، فترة تعايش في الأندية اللي أنا رحت فيها. نادي فلومينينسا في ريو دي جانيرو، كنت هناك 14 يوم مع المدير الرياضي في النادي. كل زياراتي في ريو دي جانيرو، في ريال مدريد، اسبانيا، في أياكس، وفي طبعا دول كتير. ازاي انشئ او اساعد في انشاء لعيب يدي اضافه للفريق الاول للنادي. اكيد المعايشات دي في الانديه الكبيره بتدي خبرات كبيره، وانا بكلمك عن يعني افه الكره المصريه وهي ضعف اللياقه البدنيه. قلت لي حاجه مهمه جدا، مع جانب التطوير البدني لازم نطور التطوير الفكري والذهني. النهارده الجانب النفسي مهم جدا داخل قطاعات الناشئين بالنادي الاهلي. مستر بروكش ممكن يعني ازاي يطور في حته الجانب النفسي دي داخل قطاع الناشئين، ولا ممكن يستعين بطبيب نفسي يكون مساعد ليه يقدر يطور النواحي الفكريه للاعبين؟ ممكن تلاقي لعيب موهبه كبيره لكن بيكون خايف شويه في المباريات، قلقان شويه، يقدر يتخلص من الضغوط دي. طبعا الكلام اللي حضرتك قلته طبعا ده كله في دماغي، واتمنى ان انا اطبقه. طبعا لازم ناثر يعني في الخطه بتاعتنا، لازم ناثر على اللايف ستايل بتاع اللعيب. فانا تصور ان كل لاعب بيخش قطاع الناشئين في مرحله عمريه 14 سنه لازم يعرف ديناميكيه شخصيته، لازم يعرف بيفكر ازاي وبيتعامل ازاي، وبعدين نعرف نشتغل بقى على الجانب النفسي والجانب الفكري. وحاجه مهمه لازم الاطفال او الناشئين او البرايم يفهموا مفاهيم زي القيم، لازم نعلمهم ان هم يجروا ورا اهدافهم بطريقه يعني صحيحه. مladí hráči dost často spletou nebo طبعا اللعيبه الصغيره بيتلخبطوا بين الهدف والحلم. الحلم طبعا لاي ناشئ في النادي الاهلي ان هو يلعب في الفريق الاول او للمنتخب المصري، لكن الهدف بيختلف عن الحلم. ان هو لازم يكون الهدف بالنسبه للاعب دلوقتي ان هو يحقق يكون اكتوال يعني في الوقت الحالي، وان هو يوصل للمستوى الاعلى فقط، مش يوصل لمستوى المنتخبات والفريق الاول. فواحده واحده لازم يحقق يعني يسعى في تحقيق احلامه. اكيد ده كلام مهم جدا وبيتماشى كمان مع مبادئ النادي الاهلي. هل من ضمن اهداف مستر بروكيتش عينه النهارده على البطولات داخل قطاع الناشئين ازاي ياخدها، ولا الهدف الاكبر هو صناعه لاعب للفريق الاول بالنادي الاهلي ومنتخب مصر، او الاثنين لازم يكونوا ماشيين مع بعض، البطوله وصناعه اللاعب؟ الأطفال وطبعا أي لعيب في قطاع الناشئين عنده حاجة طبيعية إن هو بيبقى عايز يكسب على طول. طبعا إحنا طبعا هنعلمهم إن هم يحاولوا يكسبوا كل حاجة، بس إحنا هدفنا كمدربين مش نكسب كل حاجة، لكن لازم ننشئ لاعب يعرف بعد كده يكسب كل حاجة. لكن إذا ما كسبوا لعيبه ولعبوا بطريقه سيئه فهيشتغلوا بنفس الطريقه كانهم خسروا. في نطاق الناشئين وفي نطاق اللعيبه الشباب، لو خسرت ولعبت كويس فاللعيب بيبقى عنده قابليه وعنده ان هو بعد كده يلعب كويس بس يكسب. محمد صلاح، يعني محمد صلاح نجم عالمي، الناشئين في كل العالم بيتخذوا محمد صلاح قدوه ليهم. محمد صلاح ناشئ خرج من مصر من نادي المقاولين العرب، كان ناشئ وخد تجربة الاحتراف، ودلوقتي ما شاء الله يعني نجم عالمي بينافس دايما على افضل لاعب في العالم. ازاي ممكن نكرر؟ وايضا كان عندنا برضو يعني من قطاع الناشئين زي ما قلت لحضرتك تريزيجيه بيلعب في نادي استون فيلا، وعندنا لاعبين سابقين كتير في النادي الاهلي. ازاي ممكن نكرر تجربة زي محمد صلاح في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ طبعا هنعمل الموضوع ده عن طريق السؤال اللي انت سالته لي من شويه. لازم عشان نوصل نعيد التجربه دي، ما ينفعش يكون لعيب بس بيلعب بطريقه كويسه، بس لازم يكون برضو عنده لياقه بدنيه عاليه. وانا كنت عايز اقول لكل اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي وعايزه توصل للمستوى العالمي وعايزه توصل للفريق الاول في النادي الاهلي،
بصوا ازاي محمد صلاح وتريزيجيه اقوياء، ازاي عندهم لياقه بدنيه، ازاي وازاي بيكسبوا الالتحامات مع اللعيبه الثانيه، ازاي بيعرفوا بطريقه يعني قويه بيجروا ويلتحموا مع اللعيبه الاخرين. وطبعا مع المميزات اللي هم اكتسبوها في مصر اللي هي المميزات التكنيكيه والسرعه في الاداء، فبقوا لعيبه عالميه. سكوب كان المدير الفني لمنتخب مصر، منتخب الشباب، وهو مدرب تشيكي. هل تم تواصل مع مستر سكوب؟ سالته قبل ما تيجي، سالته عن النادي الاهلي، عن الناشئين في مصر، هل حصل تواصل بينك وبين مستر سكوب؟ لا، احنا ما كناش على تواصل قبل ما اجي. واعتقد ان ميروسلاف سوكوب دلوقتي يعني قاعد في تشيك بيرتاح. طبعا احنا نعرف بعض بشكل شخصي. طبعا انا اول لقاء معاه كان لما كسب هو مع منتخب الشباب التشيكي الميداليه الفضيه في كاس العالم. وبعد لما كنت من مؤسسين نادي دوكلا براها، وبعد كده اشتغلت في الاداره. وطبعا كنت عايز يعني اتعاون معاه كمدرب يدي اضافه لنادي دوكلا براها. بس ساعتها هو كان ادى الاولويه ان هو يسافر الدول العربيه. بعد كده هو بعدين حضر كذا محاضره بتاعتنا في نطاق جمهوريه التشيك. بس على حسب المعلومات اللي عندي ان هو دلوقتي يعني قاعد في تشيك، مش بيدرب نادي او منتخب، وما اتكلمناش يعني قبل ما اجي مصر اشتغل في النادي الاهلي. وطبعا ده عشان المعلومات الاهم كانت بالنسبه لي ان انا اعرفها من كابتن امير توفيق وكابتن خالد بيوف. اخيرا، واحنا يعني وصلنا لنهايه حوارنا، عايز اسالك بقى عن الاسره والعائله، يعني هيجوا معاك مصر؟ في حد، لو عندك اولاد، في حد بيلعب فيهم كوره؟ انا عندي طفلين، ابني عنده 25 سنه وبنتي عندها 10 سنين. فطبعا انا فخور ان انا عندي الجنسين، الولاد والبنات. عندي زوجه جميله بحبها جدا. فاول الشغل مع النادي الاهلي في اول شهور عايز اركز اكتر على الشغل في قطاع الناشئين وفي النادي الاهلي. اول ما احس ان احنا بنحقق اي نجاح في قطاع الناشئين وفي الشغل، فطبعا هبقى في غايه السعاده لما الاسره تجيلي تعيش معايا في مصر. وطبعا هبقى سعيد طبعا لو عرفت زوجتي تيجي مصر حتى لو زياره قصيره. يعني اكيد ان شاء الله هتحقق نجاح. نتمنى لك ان شاء الله توفيق في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وان شاء الله يجمعنا لقاءات تانية يعني في برنامج الاشبال اللي موجود على شاشه قناه النادي الاهلي، ويكون لنا لقاءات معاك وانت ان شاء الله محقق نجاحات كبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وايضا مع الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وكل المدربين. بنشكرك انك انت يعني في اول حوار ليك كنت موجود معنا على شاشه قناه النادي الاهلي. بشكرك حضرتك على الانترفيو الرائع معاك. وطبعا شرف ليا ان اول اسئله تسالها في برنامج تلفزيوني يقدمها لي لعيب كبير زيك. وطبعا احب اشكر كل التيم اللي شغال في القناه اللي هم جهزوا للقاء، واشكركم جدا. في نهايه حوار النهارده بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني النهارده في حوار خاص، المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي التشيكي مستر بروكش. ان شاء الله بنتمنى له التوفيق هو وكل منظومه العمل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي برئاسه كابتن خالد بيه، وان شاء الله يعني بنتوقع له ايضا نجاح كبير. وزي ما بقول دايما عندنا منجم ذهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لو شفنا في كل المحافل الكبيره في تاريخ الكره المصريه، كاس عالم 90 وكاس عالم روسيا، هتلاقي عدد كبير من ابناء النادي الاهلي ومن اللي خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وايضا على مر العصور والاجيال لو شفنا الفريق الاول بالنادي الاهلي، هنلاقي ايضا لاعبين مميزين خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. دايما هقولها واكررها، عندنا منجم ذهب ان شاء الله نقدر نستغله افضل استغلال، وكل التوفيق لاولادنا ومدربينا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كده وصلت لنهايه حوارنا، نشوفكم ان شاء الله في حوار خاص وحلقات جديده على شاشه قناه النادي.